هنتكلم النهارده عن التوقعات الخاطئه. احنا احيانا في رحله جوازنا بنيجي في مرحله معينه ونقول ايه اللي حصل ده في سنين عمري، وانا ماشيه في السنين بتاعه حياتي بعد 10 15 20 25 سنه زواج، هل ايه اللي حصل في دنيتي؟ هل الدنيا مشيت معايا ازاي؟ هل اختياري كان صح او غلط؟ هل خلاص بقى ادينا هنقضي السنين اللي فاضله، ولا هنغير، ولا هنعمل ايه؟ فاحنا جايين نتكلم عن التوقعات دي. اي زواج بيمر ببعض المراحل. المراحل الاولانيه هي مرحله العسل، شهر العسل، مش لازم تكون شهر، ممكن تكون سنه، 2 5، هي مرحله مش محدده في وقت. مرحله العسل دي اللي هي المرحله الاولى بتبقى عندنا حاله من الرضا، حاله من الاحلام، حاله من التوقعات، في رومانسيه عاليه، بنعدي لبعض كتير وما بنقفش على الوحده، ونقول خلي الجو لطيف في البيت ومش عايزين نتخانق، والله عندنا لعبه جديده في البيت، طفل جميل دخل على البيت، فعايزين نبقى مفرفشين وبنضحك. فبتبقى المرحله الاولى اللي هي مرحله العسل، بتبقى دي داخله بتوقعات احنا واخدينها من الخطوبه، حاجه كده من زمان كده بس هنفكركم بيها. حاجه بتكون جايه من ايام الخطوبه، ولانها حياه جديده، زي اي حاجه جديده، زي شقه جديده، زي اجتماع جديد، زي نشاط جديد، زي ما بروح رحله لاول مره مكان جديد، بيبقى ليها البريق بتاعها، ليها التوقعات الحلوه بتاعتها، عندي استعداد ان انا استمتع، لسه برسم كلها حاجات وتوقعات رائعه جدا. لكن بعد شويه بنلاقي التوقعات دي مع زحمه الحياه، مع الولاد ابتدى يروح المدرسه، هوبا اعدادي ثانوي جامعه، مع ان الطفل بقى 2 أو 3، مع الغلا، مع ان احنا بنبص في المرايه نلاقي شكلنا اختلف، ابتدى يطلع كده طبعا عند الرجاله مش عندنا احنا، كان شعر ابيض احنا شعرنا زي ما هو. بنلاقي مثلا في شويه اختلافات عندهم برضه مش عندنا احنا شباب على طول. فلما بنبص في المرايه بنلاقي نفسنا ايه ده، احنا اتغيرنا، هو الزمن جري بينا امتى كده؟ واحنا ايه اللي جرالنا؟ نبتدي نحس بقى اكتاف شويه، على حبه ركب، على حبه ظهر، يعني شويه سلطات كده في الموضوع. فلما بنحس بالحاجات دي بنبتدي نقول احنا فين وبقينا فين؟ فليه الرجاله يقول لك انا ما كنتش ناوي اتجوز عشان البهدل البهدله دي، ولا افضل في الدايره بتاعه هات فلوس ارضي العيال، المدارس، الحاجه باظت في البيت، الحق الدكاتره، لبس الايد، لبس الاكل، انا ما كنتش في خطتي في الجواز ان انا هاطالب بكل ده، ولا هيجرالي كل اللي جرالي ده. طب حضرتك يا زوج، حضرتك انا هنسى ان احنا بابا وماما النهارده، احنا زوج وزوجه. حضرتك كزوج، حضرتك كنت متوقع ايه؟ لا، انا كنت متوقع بقى واحده تدلعني. انا كنت متوقع ان انا في الجواز ده بقى هسيب امي اللي كانت ساعات تقول لي اعمل او ما تعملش، لا هروح انا بقى اتامر في بيتي. انا كنت متوقع ان هلاقي واحده تفهمني من نظره واحده، ابص لها تفهم على طول. انا متوقع ان هي كمان لما تفهمني من نظره واحده هتلبيني كل طلباتي وكل رغباتي وكل احتياجاتي، وهي هتعمل كل حاجه عشاني، اصل هي في الخطوبه قالت لي انا عايشه عشان ابسطك بس. فهو صدق بقى، يعني احنا قلنا لهم وهم صدقوا. كمان انا كنت متوقع ان هي هتبقى دكتوره شاطره مع الولاد، طباخه ماهره، خياطه رائعه، كنت متوقع ان هي هتبقى مدرسه ومربيه مفيش بعدها، وان انا وولادي دول مش هيبقى في مشكله في اي عيل من العيال، انا مش هسمح حس في البيت، ليه هي ظابطه الاداء في تربيه الولاد. انا كنت متوقع ان هي هتبقى بتقيد صوابعها على عشر الاهلي، امي واخواتي ومراتات اخواتي، يعني العيله بقى هي هتقوم بالاداء الكامل معاهم. كمان كنت متوقع ان يبقى في علاقه حميمه او علاقه جنسيه منتظمه، مش مستنيه ان انا لا بادر وانا لا اطلب واصل النهارده تعبانه واصل النهارده العيال لا، انا كنت متوقع اول ما اتجوزت ان يبقى في علاقه منتظمه،
ست مبتسمة ما بتعرفش النكد، كمان متميزة في كل الأمور. دي كانت توقعات الزوج أول ما قال يا جواز، وأبقى هروح أجيب شبكة وأجيب شقة وأشطب وأعمل. كانت الزوج كان متوقع كده. موافقين على كده رجالة ولا إيه الأخبار؟ ولا أنا بقول حاجات بعيدة؟ نسيوا ده؟ لأ، ما أوعى تكونوا أنتوا نسيتوا. طيب تعالوا نشوف إحنا بقى كنا متوقعين إيه؟ إحنا كنا متوقعين بقى علاقة قوية جدا، فيها كلام رومانسي، عينيكي وشعرك ومشيتك وشفايفك والقمر والشمس فكنا متوقعين علاقة يكون فيها كلام رومانسي. الست حتى لو يعني الست اللي مش قاعدة معانا اللي شعرها شاب، بس الستات اللي شعرها شاب دي مش قاعدين معانا النهاردة. إلا البنات، الست تحب الحوار المنتظم والتواصل، يحكي معايا. فهي متوقعة بقى مش هيروح الشغل، هو قاعد جنبي، أنا أول ما أقول أنا زهقانة يسيب الدنيا واللي فيها يقعد يحكي معايا ويشوف إيه اللي مضايقني وإيه اللي تعبني. وما تحصريش نفسك، يعني احنا كنا كنت متوقعه ولا ما كنتش متوقعه؟ هو قال لك من اول يوم كان صريح جدا، بس اول يوم في الخطوبه ولا اول يوم في الجواز؟ ما لحقتيش، فانت لبستي على الجواز على طول، فقلبي معاكي. كمان كنت متوقعه ان انا لما ابقى زهقانه يلا نخرج، يروح لابس، يلا نتمشى في شارع فلوس، يلا نجيب ايس كريم وناكل، هننزل وهنتمشى، ده انا عايز اشتري بلوزه، هنزل اجي انزل معاكي وانقي لك واعمل لك. كنا متوقعين ان في اوقات سعيده طول الوقت، طول الوقت هو مقدرني ومراعيني وبيخاف على زعلي وبيطبطب عليا وبيديني كلمات مشجعه، عنده هدايا مفاجآت، دايما كده متجدد معايا. ده امتى؟ المرحلة الأولى، مرحلة إيه؟ العسل. كأزواج أو كزوجات دي كانت توقعاتنا. لكن للأسف التوقعات دي ما كانتش توقعات مظبوطة. ولو إحنا فاكرين إن الحياة الزوجية هي حاجة سهلة وسعيدة يبقى غلط. هي سعيدة. قصد الله للزواج، لو في كتاب اسمه الزواج المقدس بيتكلم عن قصد الله للزواج. قصد الله إسعدنا. من ضمن هو ليه ثلاث مفاهيم، يعني ثلاث حاجات الكتاب ده بيقولها عن قصد الله للزواج، كان من ضمنها اسعادنا ومباركتنا، البركه والسعاده. ايوه قصد الله للزواج السعاده، وايوه الزواج ممكن يكون فيه سعاده لو احنا اردنا ده، لكن سهله لا. مفهوم ان الحياه في الحياه الزوجيه هتبقى سهله او عشان نبقى سعاده هتبقى الحاجه سهله، لا ده مفهوم غلط. سعيده سهله لا. عشان كده بعد ما بعيش الاحلام الورديه كزوج او كزوجه، وبعد مرور شويه سنين كده، في ناس بتاخدها شهور، دلوقتي احنا في العصر الحديث لما بنقعد جلسات مشهوره مع المتزوجين حديثا، هي شهر والتاني وبيقلبوا على المرحله اللي بعد العسل. يمكن احنا كان زماننا افضل شويه فكنا بنطول حبتين سنه اتنين في العسل، لكن بعد كده بنقلب على المرحله اللي بعدها وهي مرحله الصدمه وخيبه الامل. وهنفاجئ ان الجواز ما كناش زي ما احنا متوقعين. ويبتدوا الاثنين يعملوا الحرب. ايه الحرب دي؟ هي تبتدي تقول له انت، وانا دايما بحب انت دي بعملها بايدي كده. انت ده يعني مسدسات. فهي بتتهمه وهو بيعمل ايه؟ بيتهمها. وفي المرحله دي بسبب خيبه الامل ممكن يسيب المشكله الرئيسيه محور الخناقه اللي هي ممكن تكون جارة مش كويسة، ممكن يكون طريقة مصاريف بطريقة معينة عند الزوج أو الزوجة محتاجة تعديل، ممكن تكون المشكلة الولد أو البنت في البيت، فنسيب الولد أو البنت أو مشكلة الفلوس أو المشكلة الرئيسية ونبتدي ندخل في اتهامات، فتقدر المشكلة موجودة لكن الاتهامات هي المستمرة. ليه بيحصل ده؟ لأن أنا ببقى محبط منها وأنا محبطة منه، فبتيجي المشكلة كأنها هي الفرصة اللي احنا نولع فيها الدنيا ونسيب المشكلة ونبتدي نهين بعض. فالزوجة تبتدي تقول ما بيحكيش معايا، مش حاسس بيا، ما بيقعدش معايا خالص في البيت، ما بيتكلمش، ده ممكن يعدي اليوم كله ما يتصلش بيا، ولو في اتصال يبقى أنا اللي ببادر بالاتصال. ممكن تبتدي تقول لا ده بخيل، ده فوضوي شوية،
الست اكثر تنظيما من الراجل، فتبتدي الست بقى وسط زحمه اليوم والعيال والاكل، ولو في شغل كمان هي اول ما تفضى بالبيت تلاقيه هو دخل الجزمه في حته والشراب في حته والمفاتيح في حته والورق والقميص في حته، ولو القميص ينفع نفككه اربع حتت ويبقى كل حته في القميص في حته يومها. فبنلاقي نفسنا ان احنا بقينا احنا مضغوطين جدا، مفيش دعم عاطفي لينا، انا كزوجه هو عمال يجري يجري فمش بيديني اي دعم عاطفي بكلمات حلوه بهديه بسيطه ببعض كلمات التقدير، مفيش دعم على المستوى المعنوي ولا على المستوى الجسدي في الارهاق اللي بيحصل جوه البيت، فبالتالي هو كمان مش منظم فوضوي، الدنيا متلخبطه، اوامر طول الوقت، اكل شايل اكل بارد لا سخنه، اوامر طول الوقت، وعنده اعتماديه عليا قوي، لو عايز يروح للدكتور احجزي لي، لو عايز يعمل حاجه اظبطي لي، فعنده حاله اعتماديه عليا. فانا بقيت احس كست انا معايا اطفال مش واخده الدعم المعنوي الكافي، وكمان هو اعتمادي عليا، فانا بحس ان الدنيا خربت، احس ان الدنيا احبطت، احس ان انا بلف في كوكب لوحدي، محدش حاسس بيا ومحدش مدعمني. وساعات بقى تيجي الاتهامات، انت اناني، انت ما بتحسش، انت مش حاسس بيا، انت ما فيش منك رجا، انت عيوبك هي عيوبك، ونبتدي نجرح في بعض. هو كمان الزوج يقول لك دي ست نكديه، ده انا بهرب من البيت بسبب وشها النكدي، ادخل البيت تقولي فاتوره الكهرباء، فاتوره التليفون، العيال عملوا، المدرس عايز الفلوس، دي ست نكديه ما بتعرفنيش انا غير على الطلبات. هو انا ايه بالنسبه لهم؟ هو انا بس بنك؟ هو انا ما بيتعاملوش معايا ده غير ان انا بس ماكينه فلوس؟ الست كمان مستفزه كانها بتشوف ايه اللي يضايقني وتعمله. هي ست مستفزه، هي نكديه، هي ما بيعجبهاش العجب، هي طول الوقت بتنتقدني وتنتقد افعالي، تنتقد طريقه ردودي للناس، تنتقد ذوقي في اللبس، تنتقد طريقتي مع الولاد، اصلك ما مش عارف تتعامل مع الولاد، تنتقد كل حاجه انا بعملها. هي مش مهتميه بيا، هي مهتميه باولادها. ونبتدي بقى لغه ايه؟ ولادك. لفظ ولادك ده بيتكرر. فهي مهتميه باولادها، هي مهتميه ببيتها، هي مش بتقدرني. احنا جايين النهارده نعمل ايه؟ عايزين احنا كزوجات نروح نقف في المنطقه بتاعتهم، ده احساسهم الحقيقي. هم حاسين انهم مش متقدرين. حاسين ان هم منتقدين طول الوقت. هم حاسين ان هم مش واخدين حقوقهم في البيت وان هم يا دوبك مكنه فلوس، ده احساسهم وده احساس حقيقي. لان الراجل علشان يشبع محتاج احترام وتقدير وتشجيع. الراجل عشان يشبع وياخد كفايته محتاج احترام وتقدير وتشجيع. محتاج يحس ان هو في الاولويه. واحنا للاسف كستات عندنا حته الامومه بتاخدنا عند العيال وبنقول ايه؟ راجل كبير هو محتاج ايه؟ ده اللي محتاجين لي العيال، لكن هو هيحتاج ايه؟ لا هو مازال هو محتاج. الله خلقه مازال محتاج، ولا هو عيب ولا هو اتهام ولا هو حاجه غلط. لكن الله خلقه ان هو مازال محتاج ان يكون هو في الاولويه، هو متقدر، هو متشجع، هو ليه كل الاحترام. عشان كده في الكتاب المقدس يقول لك ايه؟ فلتهب المراه زوجها الهيبة الاحترام ويرد. الكتاب المقدس بيقول الرسول يقول لك ايه؟ والزوج يحب امرأته. فالست عايزة تتحب، عايزة دايما طول الوقت نغذي الخزان بتاعها بحب، والراجل طول الوقت عايز الهيبة والاحترام. وللأسف احنا وسط المعركة، وسط ما انا ببص لنفسي انا بقلل منه، ووسط ما انا ببص لنفسي كراجل واحتياجاتي انا مش قادر اشوف العطاء اللي هي بتعمله في البيت. فبالتالي بتبقى عندنا معركه بدل ما ننتبه ليها، بدل ما نقول احنا واقفين فين، بدل ما نسال نفسينا انا حياتي بعيشها بره، انا بيتي زي كل البيوت، انا عديت بالمراحل دي وبعدي بيها. بس الواحد لما بيتعلم وبيقرا
بيشوف. اتعلم ان الحياة ربنا ادهلنا مرة وادهلنا عشان نكون سعداء، وادهلنا علشان نكون شركاء للحياة مش اعداء في الحياة، ولازم نلعب على ده ولازم نشتغل على ده. عشان كده الزواج معمول للسعادة، بس عايز مجهود علشان نوصل للسعادة. السعادة مش هتيجي من تلقاء نفسها، لكن عايزة مجهود مننا. فللأسف بدل ما بنفوق لدوت بنبتدي نقول بعض الجمل، دي غلطة عمري، يا ريتني ما كنت عملت كده، ده أنا ما اتجوزتش فلان الفلاني وضحيت بدوة علشان أخد دوة، يا ريتني ما كنت اتجوزته، يا ريتني سمعت كلام أمي وكنت اتجوزت العروسة اللي هي جابتها لي، هي مهتمية بالأولاد أكتر مني، هو مش حاسس بيا، أنا عايز أو أنا عايزة حد يقدرني ويفهمني. دي اللغة اللي بتبقى موجودة في المرحلة الثانية. بيبقى عندنا مشاعر من الإحباط. إيه اللي بيدخلنا في المرحلة دي؟ ببساطة كده لأن إحنا مختلفين. كراجل والست مختلفين. الراجل عنده احتياجات غير احتياجات الست، والست عندها احتياجات غير احتياجات الراجل. إحنا تعلمنا سنتين كيجي، ستة ابتدائي بقوا 8، وست ست سنين إعدادي وثانوي بقينا كده 14 و4. إحنا تعلمنا كل ده علشان نروح نشتغل أو نقعد في البيت أو نشتغل شغلانة تانية أو ما نشتغلش بشهادتنا. لكن محدش علمنا قبل الجواز يعني إيه جواز. يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي جيل حظه أحسن مننا عشان بقى فيه كورسات الاستعداد للارتباط. على الرغم إن الكنيسة عملتها إجبارية، وأنا أشجعكم وتنصحوا ولادكم وقرايبكم اللي بياخدوا الكورسات دي مش ياخدوها علشان شهادة بتتاخد. أنا بقول لهم كده، الشهادة ولا الورقة سيبك منها، المهم الحياة هي أنهي أهم؟ الشهادة اللي هتاخدها ولا الحياة اللي هتعيشها؟ علشان كده أشجعكم وتشجعوا الشباب اللي بياخدوا الكورسات دي ياخدوها بعمق، يستوعبوها، هو وهي المخطوبين يتناقشوا مع بعض في الحاجات اللي بيسمعوها، لان هم عندهم فرصه احسن مننا ان هم يتعلموا. احنا ما حدش علمني يعني ايه اختلافات الراجل والست، ولا ايه نفسيه الراجل ولا ايه نفسيه الست، ودخلنا كده عمي بالعرق هو بيحسس كده علشان يفهم. ما فهمناش يعني ايه احتياجات راجل واحتياجات ست. ما عندناش ثقافه تعليم الزواج، ما عندناش ثقافه ان لما اشتكي او يبقى عندي مشكله في جوزي اروح مشكله في زواجي اروح لحد يسندني، لالا بروح اقول لاهلي وهنا بتخرب الدنيا اكتر، لالا لا خديكي بنت حكيمه او راجل حكيم وما تطلعش سرك بره. طب ابويا، طب مشوره، طب ارشاد، طب حد متخصص، طب اروح لكتاب، طب اقرا، طب احاول. لا، ما تعلمناش نعمل ده. اتعلمنا ندفن راسنا ونكمل الحياه ونقعد بس نولول ونتضايق من حياتنا ونبكي على الحياه بتاعتنا وهي بتمر من قصاد عينينا. المرحله بتاعت الاحباط دي بتطول وبتاثر على قراري وقرار جوزي، مش قراري لوحدي، قرارنا معاهم. هنكمل كده، ممكن نكمل كده لغايه لما العيال يطلعوا ويتجوزوا ويخلفوا ونشوف الزوج والزوجه معركه الحياه اليوميه عشان يشتروا كيلو جوافه بخناقه. ليه؟ هم خلاص اتعلموا يبقوا على حديد ساخن طول الوقت. مع طبعا ادويه السكر وادويه الضغط، ربنا يدي كل الصحه، الادويه دي بتاثر معانا في العصبيه والجو بتاعنا. فبقيت علشان بس انقل الكوبايه من مكانها، علشان اعمل اي حاجه هو يزعق وهي تزعق، فممكن فتره الاحباط دي تفضل معانا لغايه لما نجوز عيالنا ونخرجهم من البيت، ونبقى دايما على طول في حاله سخونيه. او هستوعب مهما كان عدد سنين جوازي ان لا، كفانا اللي فات، خلاص ضيعنا اللي فات، ضيعنا اللي باقي، لازم نعيشه حلو ولازم نشتغل عليه. علشان كده قرار حياة سعيدة في الزواج هو قرارنا احنا اللي هنختاره. لو قررنا ان احنا نكتشف ايه المشاكل الحقيقية بتاعتنا، نكتشف اساليب كويسة، نكتشف الاخطاء اللي وقعنا فيها، وقبلنا نتغير، وهي دي بقى الجوهر. دايما خطوة الصعوبة
او حاجه صعبه في كلمه نتغير. لو قبلنا ان احنا نتغير ما حدش قال ده انا كبرت، لا 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 انا كويس وهي اللي وحشه، او انا كويسه وهو اللي وحش. لو قبلنا احنا الاثنين نتغير ونقرر ان احنا مش هنرجع لورا تاني، هنا حياتنا هتختلف وهندخل للمرحله الثالثه، مرحله التغيير الجذري. بالظبط كده كاني انا كنت قاعد في اوضه ضلمه وقررت بارادتي اكتشف ان في نور بره، ان في اوضه منوره بره، وهاخد قرار التغيير اني هلف بظهري وهتجه لاوضه تاني اللي هي الاوضه المنوره. السعاده موجوده مش صعبه، بس احنا محتاجين نكتشفها ونتغير وناخد قرار ان احنا نروح لها. اول حاجه نفهم اختلافات بعض، مش اختلافات راجل وست بس، لكن اختلاف الثقافه. حضرتك جاي من بيت وهي جايه من بيت، حتى لو طول العمر ما بيننا مازال التربيه بتاعه الطفوله ليها جذورها جوانا، مازالت الاخطاء بتاعه التربيه اللي اتعملت فينا مازالت معلمه جوانا، مازال كل واحد فينا عنده حته وجعان. لازم نكتشف بعض، نكتشف بعض كزوجين ونكتشف بعض كراجل وست. يمكن الاختلافات بين الجنسين سهله قوي، هدخل على النت هقدر ان انا اسمعها واتعلم واعرف، سهل قوي جدا متكلمين يتكلموا في ده. لكن الاقوى اللي محتاج هدوء، محتاج تامل، والهدوء والتامل بقى عمله نادره في الوقت اللي احنا فيه، ان احنا نبص لبعض، نشوف وشوش بعض، نفهم ايه اللي بيضايقنا من بعض، ابتدي افهم ايه اللي يفرحه وايه اللي بيزعله، وابتدي افهم ايه اللي يفرحه وايه يزعله. الموضوع ده محتاج ايه؟ محتاج وقت، محتاج هدوء، محتاج رغبه اني اكتشف الاخر. تاني حاجه ان انا التوقعات اللي كنت جايه بيها في الجواز اعدلها. لا، هو مش هيقعد يديني طول العمر ويديني كلام، مش هيحصل كده، ولا هي هتفهمني من نظره. منين؟ ده الكمبيوتر اللي اسمه كمبيوتر مش هيفهم النظر. فافهم ان التوقعات دي ما كانتش مظبوطه. نتعلم الحب والاحترام اللي بولس الرسول قالهم لنا. يا راجل حب الست، يعني ايه حبها؟ يعني عبر عن الحب. تخيلوا كده، انا بحب خالص اجي الكنيسه هنا، بحب اكون وسط الاجتماعات هنا في الكنيسه، لكن انا ما عبرتش عن ده. هتوصل لكم مشاعري؟ الراجل يقول لك ما انا بعمل لها، هي مش فاهمه؟ لا، هي محتاجه كمان يتقال. هو انا لما بقابل حد وكان وحشني جدا وما قلت وسلمت ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه؟ ما قلتش كلمه انتوا وحشنا جدا. هل مشاعر الافتقاد دي وصلت للطرف الاخر؟ لا. فاحنا محتاجين يا رجاله، ايه ده بعد السن ده كله لسه هنقول كلام حب؟ ده هو ده سنه بس بتدفن. هنقول شكرا على اكله، هنقول شكرا على تربيه، هنقول شكرا على العطاء، هنقول كلمات حب. في موقف من المواقف كنا في فرح وشفت الزوج اللي هو ابو العروسه يوم الفرح وقف في القاعه وراح قايل هو النهارده جواز بنتي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا جايب هديه لمراتي وعايزه اشكرها قصادكم كلها على تعبها. ممكن تكون الهديه مش غاليه، حتى لو كانت مفيش هديه خالص، لكن مجرد كلمات التقدير. محتاجينها يا ستات؟ محتاجين جدا. احنا محتاجين كلمات التقدير. وانت يا بابا، انت كزوج، هل حضرتك برضه مش محتاج يتقالك نشكرك على تعب السنين؟ انت عملت معانا كتير. هل حضرتك مش محتاج ده؟ ايه رايكم؟ محتاجين التقدير وكلمات التشجيع ولا لا؟ محتاجين ان الطرف الاخر يشعركم انه فعلا مقدرين كل يوم، كان شتاء، كان مطر، كان مدير منكد عليكم، كان وقت في ظروف اقتصاديه صعبه، ومع ذلك انتوا عملتوا اكتر ما عندكم علشان تكونوا
بتكافحوا طلبات البيت محتاجين التقدير ده؟ محتاجين تتشافوا؟ هل انتوا كبابا مش محتاجين ان بعد سنين يتقال لكم انتوا كنت قدوه لاولادك؟ كم حد فينا بيفرح لما ابنه او بنته او زوجته تقول له انت كنت اب مثالي؟ محتاجينها؟ هتفرحوا بيها؟ ايه رايكم؟ محتاجينها طبعا. علشان كده احنا محتاجين التغيير الجذري ده، محتاجين نقدم حب واحترام وتقدير لكل حاجه صغيره وكبيره. محتاجين نبتدي ما نستناش لما هي تبتدي الاول، لا لما هو يبتدي الاول. اللي عرف واتعلم يبتدي، اللي عنده اراده وقوه يبتدي، محدش يستنى التاني. نكون فعلا مش رد فعل، انا هكون فعلا حب في البيت، مش مستنيه لما التاني يقدم لي حب ابقى ان شاء الله ابقى اعمل له كده. احنا لازم نكون افعال مش ردود افعال. كمان من ضمن الحاجات بتاعه التغيير الجذري ان احنا نكتشف حاجه، خاصه الزوجات، ان الاولاد مش المرتبه الاولى ومش الاولويه الاولى. الكتاب المقدس ما قالش يترك اباه وامه ويلتصق بامراته، انسي شعبك وشعب ابيك، ده اللي اتقال للزوج والزوجه، لكن ما اتقالش ده للاولاد. اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا عيالكم هيسيبوكوا او سابوكوا، وان احنا دلوقتي مع بعض في بيت واحد وشنا نخش بعض بعد سنين طويله من دوشه العيال وضغوط الحياه، احنا الاثنين في وش بعض. فالاولويه الاولى للزوج مش للولاد، لان الترك والالتصاق والجسد الواحد زوج وزوجه مش اولاد. الاولاد احنا بنربيهم عشان ينطلقوا، احنا حيالنا وكلاء على عيالنا، علشان لما نيجي في الابديه نقول يا رب اتممنا الفعل بنعمتك. لكن الولاد مش بتوعنا، احنا بنربيهم عشان ينطلقوا. لكن مين اللي بتوعنا؟ جوزي، مراتي، احنا اللي بتوع بعض. عايزين كمان في التغيير الجذري نقلل التركيز على الاخطاء ونقلل ان احنا نشوف العيوب. احنا مش عارفه ده ثقافه شرقيه ولا ضعف بشري فينا، عينينا تجيب دايما الغلط وتنسى ايه؟ الصح. ما نشوفش الحاجة الحلوة لكن نشوف الحاجة الغلط. عشان كده احنا محتاجين لوقفة صلاة وتوبة. على كل مرة أنا كنت سبب ألم فيها لجوزي، أنا كنت سبب ألم فيها لزوجتي، لكل مرة أنا كان أقدر أدي وما قدرتش أدي، أو ما رضيتش، أو عن عند، أو عن كبرياء، أنا ما كنتش عايز أدي. محتاجين نقدم كلنا، وأنا معاكم، نقدم فعلا توبة، نروح لأباء اعترافنا نقول مرات كتيرة كنا نقدر ندي، لكن عن عند، عن كبرياء، عن فكرة مش شريرة، احنا ما عملناش كده، نقدم توبة على ده، ونصلي لأجل التغيير، لأن اللي هيسندنا في التغيير الصلاة. عشان كده بطرس الأولى 3 يقول لنا كذلك أيها الرجال، بس أنا بقى يعني هستلف أو يعني هستأذن معلمنا بطرس الرسول إن أنا أقول له الآية دي، أنا عايزة أقولها للرجالة وللستات، لينا إحنا الاثنين. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة والحكمة، الفطنة الحكمة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم ملكوت السماوات، لإلا لكي لا تعاق صلواتكم. بطرس الرسول قالها للرجالة، بس أنا هستلف أو يعني هستأذن إن أنا هقولها للرجالة والستات. إحنا محتاجين نقدم توبة، لأن لما بوجع شريك حياتي أنا محتاجة أقدم توبة. لإلا تعاق صلواتنا، يعني إحنا صلواتنا تبقى عند ربنا مش واصلة، هي في إعاقة في الصلاة. ليه؟ لأن إن كان شريك حياتي إحنا مش قادرين نقدم لبعض غفران، مش قادرين نقدم لبعض حب حقيقي. تاني حاجة محتاجين نكون عندنا وقفة صريحة مع النفس. هو يعني أنا ما عنديش غلطات؟ هو أنا ما عنديش عيوب؟ أنا بس عمالة أشوف عيوب الآخر؟ طب ما أنا أجي على نفسي شوية، ما أحاول أشيل العيب اللي أنا فيا قبل ما ادور اني ابرز العيوب في الاخر. في حركه كده يعني بتعملها النفس البشريه
ان لما اكون حاسه بعيبي بدل ما عيني او ضميري يشوف عيبي ابرز عيوب الاخرين، علشان كاني بشوشر على العيب اللي انا حاسه بيه. ده نوع من انواع الميكانيزم اللي بتعملها النفس البشريه، ان لما يبقى جوايا عيب انا بتوه نفسي عنه. اتوه عن نفسي ازاي؟ اني اشوف عيوب الاخر وابرزها قوي عشان كاني خبيت عيوبي. لا، التوبه والاعتراف ما بيكونش كده. التوبه والاعتراف بيقولوا افحص ذاتي. علشان كده زي ما معلمنا القديس لوقا بيقول ان انا بدل ما ادور على القزه اللي في عين اخويا اطلع الخشبه اللي فين؟ اللي في عين. تالت حاجه عشان اقدر اعمل التغيير الجذري اخرج عن ذاتي. احيانا ببقى انا في منطقه الراحه بتاعتي. يعني ايه منطقه الراحه بتاعتي؟ يعني اصل ما اعرفش اروح المشاوير دي، انت اللي تعرف. يبقى الراجل تعبان ومش قادر. اصل انت اللي دايما بتعملي، بتبقى الست مش قادره. اصل دايما بدور على منطقه راحتي. طب هي تعبانه ازاي؟ مش مهم، بس انا ايه؟ مرتاح. وانا كزوجه انا بدور على منطقه راحتي وسعادتي وانبساطي، هو ايه؟ مش مهم. وانا مركزه انا احتياجاتي ايه، ما بركزش هو احتياجاته ايه. فعشان كده بيحصل الاتهامات اللي قلناها في الاول. انا مركزه اني عايزه كلام حلو، انا مركزه ان انا عايزه هدايا، انا مركزه ان انا عايزه تقدير، انا مركزه ان انا محتاجه امان في المال. الست جزء من يديها الامان ان هي تبقى مطمنه ان في فلوس. فانا دايما بص على احتياجاتي، بص ان انا عايزه لبسي، راحتي، حاجتي كلها ايه بتاعتي. هو فين بقى احتياجاته ايه؟ مش ببص. انا شايف ان انا محتاج طلباتي واولوياتي واحترامي وكلمتي تتسمع ورغباتي. طب هي في انهي دنيا؟ انا مش باصص. احنا محتاجين نخرج عن دايره ذاتنا ونبتدي كل ما هندي الاخر اكتر كل ما هنحس بالسعاده اكتر. لدرجه ان كان دكتور عادل حليم في احد الكتب بتاعته يقول لنا ان اللي عايز يتبسط قوي في علاقه حميمه يعطي اكتر، يخرج من ذاته ويفكر ازاي يسعد الاخر. كل ما هيفكر يسعد الاخر كل ما هو يستمتع اكتر. ده في كل حاجه في الحياه. كل ما هنعطي اكتر كل ما هنتبسط اكتر. كل ما هلف حوالين ذاتي واحتياجاتي وطلباتي مهما جوزي ومهما مراتي اشبعه مش هنشبع. ليه؟ لان في حاجه اسمها الوجع المتسامي. ايه الوجع المتسامي؟ ان في حته جوه النفس البشريه لو انا فاكره ان انا هشبعها بجوزي وباولادي او بمراتي وباولادي انا بطور في دايره فاضيه. في حته كده لازم احتياج اخده من ربنا. عشان كده نقول الوجع المتسامي او الاحتياج المتسامي. متسامي ليه؟ لان هاخده من ربنا. لو مراتي دي صوابعها على 10 شعبها زي ما بيقولوا من ادم، ولو زوجي ده كل حاجه في الدنيا جميله، برضو عندي حتة مش هتتشبع على غير بربنا. فعشان كده أنا محتاج إني أكون بعمل الوصية بتاعت ربنا وبطيع الله إني أخرج من ذاتي وأعطي الآخر علشان إحنا الاثنين نشبع فالله يدي بركة. رابع حاجة عشان نعمل التغيير الجذري، أول حاجة قلنا توبة وصلاة. تاني حاجة قلنا إني أقلل عناية اللي بتشوف الأخطاء والعيوب. ثلاثة إن أنا أخرج عن ذاتي. رابع حاجة الحوار، نتكلم. هو هيعرف منين احتياجاتي؟ إن ما كنتش أقول، ما يعرف من نفسه. هو بعد السنين دي كلها ولسه ما فهمش يبقى العيب فيه مش فيا. لا، هو مش هيفهم. مش عشان هو عنده حاجة غلط، لكن أنا اللي محتاجة أقول وأعبر. كذلك هي بعد ده كله هي مش فاهمة أنا هي عايزة إيه؟ هي برضه مش هتفهم. ايه الغلط ان احنا نقول صراحه؟ ايه الغلط؟ ما هو ربنا عارف احتياجاتنا ومع ذلك بيستنانا في الصلاه نطلبها صراحه. ايه الغلط ان انا اقول؟ ايه الغلط اني اعبر؟ بس الشطاره وان انا كمان بطلب ما اطلبش باهانه للاخر، او لما بسمع طلب الاخر بسمعه بتريقه او باستهزاء. ما دام قعدنا عشان نتكلم
ونطلع مشاعرنا، انا اكون بحترم الاخر والاخر بيحترمني واحنا بنتكلم. عشان كده يقول لنا انا عايزه اديكم واجب في الاخر، هي رساله بطرس الاولى الاصحاح الثالث. الايه دي كمان جميله، يقول لنا عن الحوار الاسري، كونوا متحدين الراي. منين يا رب؟ احنا شخصيتين مختلفين، راجل وست مختلفين. هو جاي من ثقافه وانا جاي من ثقافه، هو شخصيه وانا شخصيه، انا عندي تربيه وهو تربيه. ده عمل الروح القدس. امتى؟ تبقى وصلها. اتنين، اداري على عيوب الاخر. ثلاثة، نقعد نتكلم. كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء. إيه النتيجة النهائية لكده لو احنا مشينا بالأربع خطوات دي؟ إني هنلاقي حياة زوجية سعيدة، دي المرحلة الأخيرة اللي احنا عايزين نوصلها ونستقر فيها. عندي حياة يكفيني، يكفيني ان انا لو متغير او شريك حياتي متغير، احنا عارفين ان المحبه موجوده بغض النظر عن السلوكيات، بغض النظر ان انا جاي من شغلي تعبان، انا النهارده ظهري وجعني وتعبانه، بغض النظر ان صوتي عالي شويه، هو كشر شويه، المحبه موجوده وثقه المحبه موجوده، انا مطمنه ومطمنه ان في محبه. مفيش حاجه اكتر من ان كل شريك بيحب الاخر وبيحاول يرضي التاني. هنا نبتدي نستعيد اللحظات الحلوه اللي كنا بنحلم بيها في بدايه الحياه بتاعتنا. الجواز عامل زي النبته، لازم ميه، لازم نراعيها، لازم نقلب الارض، لازم نقعد مع بعض. خلي نكتر الاوقات الكلام مع بعض، الكلام الايجابي، خلينا نكتر الاوقات الحلوه والخروجات والفسح، حتى لو خروجه الاجتماع لغايه هنا، حتى الخروجه دي لغايه البلكونه مع كوبايتين شاي. الخروجة مش لازم مصيف خمس دقايق، الخروجة حتى لغاية زي ما بقولك البلكونة، الكنيسة، أول الشارع ونرجع. خلي عندكم أوقات حلوة، خلي عندكم كلمات ولحظات ممتعة، خلي ذكرياتكم مع بعض مليانة ذكريات حلوة. الجواز محتاج إصرار وتحدي، قرار بعدم التراجع، لأن وإحنا ماشيين في التغيير الجذري مش هنبقى جميلة الدنيا على طول كده، لا، لازم كل شوية هيبقى في ضعف بشري. فدي حتة الجهاد، زي ما في جهاد في الحياة الروحية، في جهاد كمان في الحياة الزوجية. بشكركم جدا على استماعكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، يا رب يكون الموضوع كان كويس. بشكرك انت برضه على الكلام الحلو. كتير حضرتك، كتير ليك يا رب. لو عايزين تعرفوا أكتر، احنا الخدمة بتاعتنا اسمها خدمة فوكس أون ذا فاميلي أو خدمة من أجل العيلة. دي الخدمة اللي أنا بخدم فيها، غير طبعاً مراجلس الساحل. ده الويب سايت بتاعنا، لو حد يحب يدخل على الويب سايت ده اللي بيهتم بالحاجات اللي على النت، هتلاقوا مقالات ياما عن الزواج ومقالات ياما عن التربية، لو حد يحب يقرا وياخد بالك. ميرسي جداً ليكم، لو في أي أسئلة. ميرسي. يبقى إحنا النهاردة اتكلمنا عن التوقعات الخاطئة اللي دخلنا بيها في الجواز. والتوقعات هي كانت غلطتي انا، مش غلطته هو او غلطتها هي، لان دخلنا في توقعات غلط. وان التوقعات هي بتسيبنا بالاحباط، ممكن نقعد فيها سنين طويله لغايه نهايه عمرنا. علشان كده احنا قررنا ان احنا هنعمل تغيير جذري. التغيير الجذري باربع حاجات، توبه وصلاه. اتنين، ان احنا ما نبصش لعيوب بعض. ثلاثه، هخرج عن ذاتي. اربعه، يبقى في حوار ومحبة في البيت، وناخد القرار ونستمر فيه، ونفتكر ان انا وجوزي اولوية اولى لبعض، الولاد والاهل والشغل كل دي اولويات. ميرسي ليكم، شكرا، اذكروني في صلاتكم.